في بقى عندنا حاجه ثانيه اللي هي انواع الاورام بقى. ايه انواع الاورام دي؟ وتعال نشوف ازاي بنسمي الورم. ماشي، يعني كارسينوما، ساركوما، ادينو كارسينوما، فايبرو ساركوما. ماشي، سيب ورا بس تركزوا معانا كده ازاي بنسمي الاورام. بص يا اخويا، الاورام في جسمنا اللي بتطلع من دي او النيوبلازم عموما، يعني ممكن تكون ايه؟ بص، بناين او مالجنان، صح؟ مش كده برضو؟ بناين او ايه؟ او مالجنان. سؤال، ايه انواع الانسجه في جسمنا؟ هما اتنين، ايبيثيليوم وكونكتيف، صح؟ فممكن البناين ده يطلع من الايبيثيليوم او يطلع من الكونكتيف تيشو. نفس الكلام، ممكن المالجنانت ده يطلع من الابيثيليوم او يطلع من الكونكتيف تيشو. ماشي، في مشاكل؟ بص، كلمه مالجنانت تيومر يعني كانسر. يعني ايه كانسر؟ فبقول لك كانسر معناها ايه؟ مالجنانت تيومر كلمه عامه، ماشي، ما بحددش لا ابيثيليوم ولا كونكتيف ايه تيشو. بس طبعا كباثولوجي بقول مالجنت تيومر، صح كده؟ بس ككلام الدارج يعني بره اسمها الكانسر، اسمه كده يعني تريتمنت اوف كانسر. ما حدش يقول لي كانسر يعني بناين او مالجنت، لا، الكانسر ده بس المالجنت بس خلاص. لا بص بقى، لو الكانسر ده او المالجنت طالع من الابيثيليوم بنطلق عليه اسم كارسينوما. اسمه ايه؟ كارسينوما. لو طالع من كونكتيف تيشو بسميه ساركوما. ماشي، دايما بتلخبطوا في الكلمه دي بين كانسر وكارسينوم. كانسر هي كارسينوما؟ لا، ده كارسينوما احد انواع الكانسر. ماشي، فهمتم؟ كانسر دي كلمه عامه معناها ايه؟ مالجنانت تيومر. امال ايه كارسينوما دي؟ ده المالجنانت طلع منينها؟ من الابيثيليوم. امال ايه ساركوما دي؟ ده المالجنانت اللي بيطلع منينها؟ من الكونكتيف تيشو. خلاص، طيب، يبقى فهمت يعني كلمه كارسينوما ويعني ايه ساركوما. مش كلمه كده، بيبقى ليها اضافه ثانيه موجوده معاها، بس فهمت كلمه كارسينوما؟ ده مالجنانت اوف ابيثيليوم، صح؟ ساركوما مالجنانت اوف كونكتيف ايه تيشو. ماشي، تعال على البناين. قالك البناين ممكن يكون طالع منها من الابيثيليوم او طالع من الكونكتيف تيشو. ماشي، طب سؤال، الكونكتيف تيشو زي ايه؟ يعني مثلا عندك اديبوس تيشو. ايه الاديبوس تيشو ده؟ الدهون يعني، صح كده؟ ممكن مثلا اديبوس تيشو. ممكن يطلع مثلا من الفايبرس تيشو، ده برضو كونكتيف تيشو، فايبرس تيشو. ممكن يطلع من البون مثلا، ممكن يطلع من الكارتلج، امثله. كل ده عباره عن كونكتيف تيشو. طب سؤال، طب لو مثلا بناين تيومر طالع من اديبوس تيشو هنسميه كده، بصوا، لايبوما اسمه كده. اسمها لازم تحط كلمه اوما دي في الاخر، ماس يعني. طب لو من الفايبر تيشو يبقى اسمها فايبروما. بون اوستيوما. كارتلج كوندروما. ايه كوندروما دي؟ كوندو يعني كوند يعني كارتلج. ماشي، كوند معناها كارتلج. طب سؤال بقى، يبقى لو كده اقول لك ايه هي اللايبوما، هتقول لي ايه؟ ايه اللايبوما ده؟ تعرفها ايه؟ بناين تيومر اوف اديبوس تيشو، صح؟ ايه فايبروما؟ بناين تيومر اوف فايبرس تيشو. اوستيوما بنان تيومر اوف بون. كوندروما بنان تيومر اوف كارتلج. ماشي، طب مش ممكن دول يبقوا مالجنانت، صح؟ بص بقى، نحط كلمه ساركوما في الاخر ازاي دي؟ هو ده كونكتيف ايه؟ ها تيشو. المالجنانت بتاع الكونكتيف اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ها ساركوما. اسمع بقى، اسم ده كده، بصوا، مالجنانت تيومر اوف اديبوس تيشو، بص، لايبو ساركوما. فايبرس تيشو يبقى اسمه ها فايبرو ساركوما. خدت بالكم اللعبه دي عامله ازاي؟ طب اوف بون ها يبقى اوستيو ساركوما. كارتلج كوندرو ساركوما. خدت بالكم اللعبه دي ازاي؟ ماشي؟ لما اسمع كلمه ساركوما في اخر الكلمه دي، ده مالجنان، صح؟ ومالجنان اوف كونكتيف ايه؟ تيشو. طب اقول لك لايبو ساركوما، تعرفها ايه؟ ها؟ مالجنان تيومر اوف اديبوس تيشو. اوستيو ساركوما مالجنانت تيومر اوف بون. كوندرو ساركوما مالجنانت اوف كارتلج. فهمتوها؟ صعبه؟ طبعا ممكن ده يطلع من البدايه مالجنانت او كان بناين وقلب ايه؟ او قلب مالجنانت. فهمتوا المنظر؟
طيب حد عنده مشكله في دول؟ وعندهم في الكليه ما بيهتموش قوي بالامراض او الاورام بتاعت مين؟ الكونكتيف. بيحبوا جدا الابيثيليوم بس ممكن يجي تعريف gives the definition of liposarcoma. هتقول له ايه؟ malignant tumor of adipose tissue. خلاص ماشي. طيب تعال نشوف بقى الايه الوحش بتاعنا بقى ابيثيليوم. ماشي بص انا البناين بتاع الابيثيليوم والملاجنة بتاع مين؟ ها الابيثيليوم. الملاجنة بتاع الابيثيليوم اسمه قلنا اسمه كارسينوما صح. بص بناين تيومرز اوف ابيثيليوم. بص ايه انواع الابيثيليوم في جسمنا؟ قال لك الابيثيليوم نوعين ماشي. في حاجه اسمها سيرفيس ابيثيليوم وجلاندولار ابيثيليوم. هقول لكم حاجه يعني ايه سيرفيس. سيرفيس يعني لو مثلا عارف ايه الجلد مش ده سيرفيس ابيثيليوم صح ماشي. الميوكوس ممبرين اللي في البق بس صح ده معرض للسيرفيس صح كده فاسمه سيرفيس ابيثيليوم. البطانه بتاعت الشعب الهوائيه سيرفيس ابيثيليوم. البطانه بتاع المثانه سيرفيس ابيثيليوم. كل ده عباره عن ايه؟ سيرفيس ابيثيليوم. ايه الجلاندر الابيثيليوم؟ الغده الدرقيه اسمها الثايرويد جلاند مثلا ده اسمه جلاندر الابيثيليوم. المبيض الاوفري جلاندر الابيثيليوم ماشي. البنكرياس جلاندر الابيثيليوم صح كده. طيب الورم لو طلع من سيرفيس ابيثيليوم بيبقى عامل كده اسمه بابيلوما. اسمه ايه؟ بابيلوما. لو الورم طلع من جلاندر الابيثيليوم بسميه ادينوما. يبقى سؤال ما معنى ادينوما؟ قولوا انتوا بقى. ها خلي بالك بص طالما ما فيش في الاسم في الاخر كارسينوما ولا ساركوما يبقى ده بناين. خلي بالك من الكلام ده كله. طالما مش في اخر الاسم ها كارسينوما ولا ساركوما يبقى ده بناين. هو لك ادينوما في كارسينوما ولا ساركوما هنا يبقى ده ايه؟ ده بناين بتاع جلاندر ابيثيليوم. بابيلوما ها بناين اوف سيرفيس ابيثيليوم. في مشاكل صعبه. طيب ايه انواع السيرفيس ابيثيليوم؟ ماشي بص سؤال بس معلش. بابيلوما معناها قلنا ايه؟ بناين تيومر اوف سيرفيس ابيثيليوم صح. انا حددت حاجه قلت مثلا سكويمس؟ لا لا بص انا طب تعال شوف كده البابيلوما دي شكلها عامل ازاي. اول حاجه ديفينيشن. اتنين السايت. تلاتة جروس بيكتشر. أربعة مايكروسكوبيك بيكتشر. تاني كده انا عايز اعرف ما معنى بابيلوما. يعني ايه بابيلوما يا جماعه؟ بناين تيومر اوف سيرفيس ابيثيليوم صح كده؟ بناين تيومر اوف سيرفيس ابيثيليوم صح؟ بس ما حددتش حاجه ده التعريف بتاعها بس كده. يعني لو جه في امتحان قال لي بابيلوما هقول له بس كده بناين تيومر اوف سيرفيس ابيثيليوم بس ماشي. طيب مكانها فين؟ اي مكان. ما احنا نسال حالا صح؟ اي مكان في سيرفيس ايه؟ ابيثيليوم. زي ايه؟ زي الجلد صح؟ زي مثلا الجهاز الهضمي ماشي؟ زي الريسبيراتوري تراكت. زي اليورينري مش برضه؟ كل ده في سيرفيس ايه؟ ابيثيليوم صح؟ بس بيختلف النوع طبعا. انا بتكلم كلام عام دلوقتي. هو بيتكلمنا عن البابيلوما خلاص كده؟ ما حددش خلاص. والله ده بيجي ممكن في الجلد في الجي اي تي مثلا صح؟ ميوكوس ممبرين بتاعه طبعا ده كله عباره عن ميوكوس ممبرين. جروس ركز معايا بقى. بص ايه ده؟ قال لك ادي الورم صح؟ شو بيطلع من السيرفيس شكله عامل ازاي؟ فاكرين البوليب بتاع البلاريسيا كان شكله عامل ازاي؟ قال لك كان بياخد الشكل ده. بصوا كان كده بس منظره عامل ازاي؟ ايه ده؟ قال لك عباره عن ماس صح كده؟ ممكن تبقى سيسايل صح؟ او بيدانكيوليتد سمبل مش كده؟ او بيدانكيوليتد برانشد. بين قوسين كده ليها فينجر لايك بروجكشن عن الصوابع. تعرف الكتاب عمل ايه؟ اسمع الحته دي. جاب اخر صوره مش كده؟ يقول لك ايه؟ ده عباره عن ماس ليها فينجر لايك ايه؟ بروجكشن. وفي الاخر يسالك ايه؟ وممكن تبقى سمبل. لا طب ما تقول يا عم ممكن تبقى سيسايل او سمبل بيدانكيوليتد
او بنكريد يلاقي ايه فروع، ودي اخر حاجه صح. يعني ممكن ابص على الورم الاقي في البدايه كده صح، ممكن يبقى اكبر شويه كده صح، ممكن في المرحله دي اللي هي دي صح. الثلاثه موجودين. سؤال ماس معلش، الماس اللي شايفينها دي لها كبسول؟ رد على لها كبسول، لا ملهاش كبسول. فين الكبسول؟ يعني واحد مثلا الجلد بتاعه طالع من ورم كده، فين نوت ها انكابسوليتد؟ فهمتم؟ يبقى هي ملهاش كبسول. ملهاش ايه ها كبسول. طيب مايكروسكوبيكالي عباره عن ايه دي؟ يبقى هي عباره عن ماس ممكن تبقى ايه ها، اولا ملهاش كبسول صح، ها سيسايل او بيدانكيوليتد سيمبل او بيدانكيوليتد ايه ها برانشز، لسه مش انواعها ولا طالعه منين ما اعرفش لسه. ماشي، طب خد منها عينه شكلها عامل ازاي اهي، عباره عن كفر وكور. يلا قولوا لي كده، الكفر عباره عن ايه؟ عباره عن سيرفيس ابيثيليوم صح. نوع ايه؟ ما اعرفش، على حسب سكويموس بقى ولا ما اعرفش، مشكله على حسب المكان. طب والكور عباره عن فاسكولار كونكتيف تيشو، مش في فيسل داخله فيه صح؟ ماشي. طب ايه الفرق بينهم بالهرسي؟ ما زيها بالظبط. ايه الفرق بينهم بالهرسي صحيح؟ بالهرسي كان في كفر من ترانزيشنال صح، وجوه في ايه؟ اوفر اكشن بس خلاص. ماشي، يعني ماشي. هي شبه وشكله مش كده، بس مش ورا. فهمتم؟ ده تاني كرونيك انفلاميشن، ده حاجه تانية خالص. فهمتوا يا جماعه؟ طيب حاجه تانية مهمه جدا، مثلا لو جت في القولون مثلا حاجه زي كده بتاع بالهرسي ما يقلبش سرطان صح؟ ده ممكن يقلب سرطان. فهمتم؟ يعني مثلا في بابيلوما في الكولون مثلا صح، وفي بابيلوما فينها في بالهرز البوليب في الكولون، البالهرز البوليب في الكولون ده اللي في كانسر؟ لا، انما لو بناين تيومر زي ده اللي بايه ممكن يلبى كانسر. فهمتم؟ بص يبقى مايكروسكوبيكالي لها كفر ولها كور. يعني كور حشو، الكفر ده عباره على حسب المكان. ماشي، سيرفيس ابيثيليوم هنشوف دلوقتي. طب والكور عباره عن فاسكولار كونكتيف تيشو، ثابت في كل الانواع ماشي، او كل الاماكن ماشي. اي بابيلومه الكور بتاعها عباره عنها فاسكولار، فيها ارتر وفيها فين وفيها فيسل موجود جوه. ماشي تمام، وصلت؟ طيب ماشي، هنطبق الكلام ده بقى. ماشي، بصوا هنا كده، يبقى تاني كده ايه تعريف البابيلومه يا اخوانا؟ ايه تعريفها؟ مهمه الحاجات دي ماشي. ايه تعريفها تاني؟ قلنا ده بناين تيومر بيطلع منها من السيرفيس ابيثيليوم، الاماكن بتاعته فين؟ انا بكلم بابيلوما ما حددتش صح، اي مكان في السيرفيس ابيثيليوم، جلد ميوكوس ممبرين بتاع جي اي تي بتاع لونج اي حاجه بتاع ريسبيراتوري تراكت اي حاجه. طب الجروس عباره عن ايه؟ عباره عن ماس لا كبسول. رد عليا، ملهاش كبسول. طب شكلها ايه؟ ممكن تبقى سيسايل او ها برانكيوليتي سيمبل او ليها فينجر لايك ايه بروجكشن برانشت ايه ماس. خلاص كده. طيب الميكروسكوبيكالي مكونه من ايه؟ من كفر وحشو صح. الكفر عباره عن ايه؟ السيرفيس ابيثيليوم صح، والحشو عباره عن ايه؟ ها فاسكولار كونكتيف ايه تيشو. خلاص، ايه الانواع بقى؟ بص يا سيدي، تايبس اوف بابيلوما. بص يا سيدي بقى، ممكن يقول لك ايه؟ ممكن تبقى سكويموس البابيلوما، سكويموس سيل بابيلوما. ممكن تبقى كولامنر سيل بابيلوما. ممكن تبقى ترانزيشنال سيل بابيلوما. يبقى هنا الفرق في ايه؟ ايه الفرق هنا؟ في الكفر بس صح؟ الكفر والسايت طالعه منين؟ طبعا فكر مع بعض كده، تتوقع سكويموس سيل بابيلوما تطلع منين دي؟ من الجلد صح كده؟ ده اشهر مكان صح؟ ماشي؟ يبقى مثلا دي طالعه من الجلد. او ممكن ميوكوس ممبرين. ايه الميوكوس ممبرين سكويموس ده؟ ميوكوس ممبرين قال لك زي بتاع الايه؟ التنج، الماوس، عارف الماوس ده؟ في ايه ها؟ الاورال كافيتي، في سكويموس ابيثيليوم زي التنج مثلا. ايه تاني في في الحنجره؟ اللارنكس فيها سكويموس ابيثيليوم صح؟ ممكن الحنجره اللارنكس. فين تاني؟ الفاجينا في الفيميل برضه في سكويموس ايه؟ ابيثيليوم.
ماشي. طب دي ترانزيشن تيجي فين دي؟ ها فين يا اخوانا ده ترانزيشن؟ ده يورينري صح، يورينري تراكت. او بص يقول لك ممكن كمان، عارفين النوز الماوث اللارينج صح، وراهم حاجه اسمها الفارينكس، وراهم حاجه اسمها ايه، اعلى حته في الفارينكس فيها ترانزيشنال، اعلى حته في الفارينكس ماشي فيها ايه، يعني عارفين النوز وراء الفارينكس على طول وراء صح، في ترانزيشنال ابيثيليوم يقول لك النيزو فارينكس ماشي، في ترانزيشنال ايه ابيثيليوم ماشي. يعني ممكن يقول لك ايه في ام اس كي، يقول لك ان ممكن الترانزيشنال السلبه باللومه تحصل في الفارينكس، تضحك فارينكس ايه مثانه ماشي، لا صح ممكن تحصل فين، ها في اعلى حته فين في الفارينكس، خليك عشان دي مهمه دي ممكن ايه، طبعا لو عايز يقلب مقلب فيكم يبقى حاجه زي كده ماشي. يقول لك كل ده ريجاردنج الترانزيشنال سلبه باللومه ترو اكسبت صح، دي كفر من الترانزيشنال ابيثيليوم ليها فاسكولار كور ممكن تحصل في الفارينكس كده، طبعا ايه اكيد دي غلط صح كده، ليه ممكن صح ما فيهاش غلط، ممكن تحصل برضو فين في الفارينكس، قلت النيزو فارينكس في ترانزيشنال ايه ابيثيلي. طيب الكولامنر، قال لك كولامنر سلبه باللومه هنا الكفر كولامنر ابيثيليوم فيها نوعين، في نوع بيحصل في البريست ونوع بيحصل في الجي اي تي. بتاع البريست ده بنسميها دكت بابلوما هشرحها بقى، وبتاع الجي اي تي ليها اسماء ميوكس سيل بابلوما. خلينا دلوقتي بص معايا كده، خلينا في جنب دلوقتي. يبقى دلوقتي في عندنا كام نوع من بابلوما؟ ثلاثة. ايه هما؟ سكويموس سيل بابلوما، كولامنر سيل بابلوما، ترانزيشنال سيل بابلوما. تعال نتكلم عنه كده ماشي. سكويموس سيل بابلوما تعرفها ايه؟ ايه تعرفها بقى؟ بنان تيومر اوف سكويموس ابيثيليوم مش كده؟ تمام كده؟ اما كنت بقول بابلوما بس بنان تيومر اوف سيرفيس ابيثيليوم صح؟ هنا محدده لك اهو. طب كولامنر سيل بابلوما ده بنان تيومر اوف كولامنر ابيثيليوم صح كده؟ ترانزيشنال سيل بابلوما ده بنان تيومر اوف ترانزيشنال ايه؟ ابيثيليوم. المكان السايت سكويموس بتحصل فينها؟ سكين او ميكوس امبرين زي ما قلنا. الترانزيشنال يورينال تراكت او نيزوفارينكس ماشي. الكولامنر في بريست او جي اي تي هنخليهم كمان شويه. طب بصوا هنا جروس بيكتشر عادي، ايه الجروس بيكتشر؟ ماس ممكن تبقى سيسايل او بيدانكيوليتد سيمبل او بيدانكيوليتد برانش صح، فيهم كلهم صح كلهم، وبرده نوت نوت ايه انكابسوليتد في مشاكل مايكروسكوبيكلي عباره عن كفر وكور. الثابت الثابت الكور عباره عن الكور ده فاسكولار كونكتيشن، مين اللي هيتغير معانا؟ الكفر. يبقى انت كده ايه الكفرات هي اللي متغيره معانا صح. بص معايا بقى كده هنا سكويموس ادي كفر وكور، ترانزيشنال قال لي برضو كفر وكور. هنا الكفر عباره عن ايه؟ ترانزيشنال ابيثيلي ماشي. طب في السكويموس الكفر عباره عن ايه؟ سكويموس ابيثيليوم. بس في الكتاب كتب لك شويه حاجات كده فيه ستراتيفايد سكويموس ماشي تمام. قال لك فيه ثلاث حاجات بيزل سيل هايبربليزيا اكانثوزس وهايبر كيراتوزس. بص هنا كده ده عباره عن ستراتيفايد، انا كل ده اتكلمنا على الكفر صح، امال الكور في ايه؟ ما خلاص ما قلنا الكور فاسكولار كونكتيشن ما فيهوش حاجه يعني صح كده، الكلام كله على فين؟ ها على الكفر عباره عن ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم خلاص. بس بتاعه الجلد ليها حاجات تخصها، فيها ثلاث حاجات بيزل سيل هايبربليزيا اكانثوزس وايه وهايبر كيراتوزس. بص المنظر نكبرها شويه يقول لك ايه دي ده البيزن برين عارفينه ده بتاع الايه بتاع الكفر، الخلايا دول اسمهم بيزل سيلز دول اللي برضه اسمه كيراتين دي البيزل سيلز. يعني ايه بيزل سيلز؟ اللي على البيزن برين ماشي. وطبعا الجلد في حاجه اسمها ميلانين صح، فيها ايه ها ميلانين. فقال لك بص يا سيدي الورم ده بتلاقي فيه الاتي البيزل سيلز دول
فيهم ايه هايبربليزيا اسمها بيزل سيل هايبر يعني الخلايا اللي على البيزنبرين حصل فيها ايه هايبربليزيا فيها مشكله طب الورم ده بتلاقي كيراتين زياده يبقى نسميه دي ايه انكريز مينها كيراتينايزيشن او كيراتين في مشكله يبقى عندك حاجه بص عند البيز وحاجه في الطرف ايه اللي حصل عند البيز بيزل سيل هايبربليزيا اللي حصل في الكفر اللي بره الكيراتين كتير خلاص ومش ده جلد في حاجه اسمها ميلانين قال لك الميلانين زياده شويه دي اسمها اكانثوزيس يعني انكريز بيجمنتيشن بس خلاص في مشاكل صعبه يبقى دلوقتي معايا كده بص يا شباب هنا السكوما سبب اللوم التعريف بتاعها بنان تيومر اوف سكويموس ايبيثيليوم المكان بتاعها جلد او ميكوس ممبرين صح بس ميكوس ممبرين فيه ايه سكويموس برضو زي الماوث مثلا زي اللارينكس زي قلنا زي ايه تاني قلنا زي الفاجينا صح الجروس عباره عن ايه جروس ماس ها سيسايل وبدانكيريتو سيمبل او برانش صح كده ليها كبسول ملهاش كبسول طب الميكروسكوب عباره عن كفر وعباره عن ايه كور ايه الكفر بتاعها سكويموس والكور فاسكولار كونكتيشن بس في كلمه على الكفر كده ان في ثلاث حاجات البيزل سيلز فيها هايبربليزيا الميلانين كتير شويه صح كده والكيراتين كتير بس خلاص في مشاكل صعبه طيب ختام الكلام في الاورام ده ايه ده كولومنر سبب اللوم بص انا هوريكم حاجتين كده اتفرج عليهم الورم عامل كده خلي بالكم الكور عباره عن قلنا ايه فاسكولار كونكتيشن طب هو اسمه ايه ده قلنا كولومنر سيل باب اللوم ماشي واحده واحده انت بص معايا فانا بصهم يعني كولومنر سيل باب اللوم يا جماعه يعني الكفر عباره عن ها كولومنر سيلز لا انا بقول لك الكفر فيه كولومنر سيلز ايا كان شكله طب بالراحه كده ازاي ممكن يبقى شكلهم كده بالمنظر ده ماشي اهو عادي الكوره عباره عنها فاسكولار كونكتيشن والكفر عباره عن كولومنر ابيثيليوم في حاجه دي المنظر ده موجود فين ها في البريست امال ايه الكلمه دي هقول لكم دلوقتي بس ده بيحصل فين يا اخوانا في البريست ده نوع من البلومه بيحصل في البريست النوع الثاني في الجهاز الهضمي في القولون بتاعنا عامل ازاي ده الكوره عباره عنها فاسكولار كونكتيشن طب والكفر بص عباره عن اسيناي بالمنظر ده الله ايه اللي جوه دول؟ اسيناي، فين الكولومنر؟ ما هي الاسيناي دي مبطنه بكولومنر سيلز. خدتوا بالكم اللعبه عامله ازاي؟ ماشي؟ يعني هنا في كولومنر وهنا في برضه ايه؟ كولومنر بس هنا عامل سنجل لير صح كده؟ هنا الكولومنر عامل ايه؟ عامل اسيناي بتفرز ايه الاسيناي دي؟ ميوسين او ميوكوس ماشي؟ بعد كده سميناها ايه؟ ميوكوس سيل بابلوما. ايه شايفينها؟ دي. خدتوا بالكم؟ او اللي هي اسم تاني اسم التاني ادينو بابلوما سؤال يعني كلمه ادينو يعني جلاند صح جلاند وعاملين ايه بابلوما او اللي هي اسم ثالث جلاند وعاملين بوليب ادينوميتس بوليب اسمها ايه ادينوميتس ايه بوليب خدتوكم المنظر جاي ازاي ماشي ليه لان البطانه بتاعت القولون اصلا عباره عن جلاند المنظر ده بس ايه اللي في الجلاند نوع ايه الجلاند دي خلايا عباره عن ايه كولومنر ايه سيلز وبتفرز ميوكس فسموها ميوكس البابلوما صح البابلوما اللي الكفر بتاعها عباره عن سيلز بتفرز ايه ميوكس او بابلوما اللي الكفر بتاعها عباره عن جلاندز ادينو ايه بابلوما او البابلوما اللي هي شبه البوليب صح كده ادينوماتس بوليب يعني بوليب عباره عن جلاندز في الاطراف بتاعته طب والحشو بتاعه جوه عباره عن ايه عباره عن فاسكولار كونكتيف ايه تيشو يبقى انت دلوقتي في عندي اربع انواع بابلوما صح ماشي ايه الاربع انواع بقى بص يا سيدي ممكن تبقى هنا كفر ها سكويموس يبقى سكويموس بابلوما كفر سيمبل كولومنر سيلز ها دي عباره عن ضغط بابلوما بتحصل في بريست ممكن تبقى جلانز مبطنه بكولومنر صح دي اسمها ايه ميوكاس سيل ايه بابلوما او ادينو بابلوما او ادينوماتس ايه بوليب
ممكن الكفر عباره عن ترانزيشنال، ودي اسمها قلنا ترانزيشنال سيل ايه بابلوم، ودي فش كلام خلاص. طب عايز افهم بس ايه الكلمه دي، ايه بقى دكت بابلوما دي وايه ميوكوس سيل بابلوما دي؟ بص الشكل عامل ازاي هنا كده، ده البريست. البريست البريست في غدد، هذا الغدد اللبنيه ماشي، والغدد ليها قنوات شايف عامله ازاي. فتيجي واحده عندها نزيف ماشي من البريست ماشي، بنعمل اشعه وبتاع لان في كلكان صغننه كده، شايفين عامله ازاي دي؟ ايه ده؟ اقرب الصوره كده، دي قناه صح؟ القناه نفسها منفوخه كده، فرحت مطلع القناه دي بره اهي، صح عامله ازاي؟ خدت بالكم اللي حصل؟ فين القناه اهي دي؟ ايه اللي جوه القناه ده؟ ايه ده؟ ما بلومه صح كده؟ جوه دكت صح كده؟ فاسمها ايه دكت ايه؟ بلومه. يبقى ده سيرفيس بسيمه ولا مش سيرفيس؟ ما هو سيرفيس اهو صح؟ ممكن تبقى سيسايل او بدونكيوليتد سيمبل او بدونكيوليتد ايه؟ برانش. ما تغطيها بالخلايا هنا؟ فاكرين ها؟ بايه؟ بكولومنر ايبيثيليوم. شفتوا الموضوع عامل ازاي؟ فهمتوها؟ دي اسمها يعني اي دي يعني قصدك جوه الدكت، جوه الدكت نفسها. من الايبيثيليوم اللي داخل الايه؟ الدكت. فهمتوها عامله ازاي؟ طيب حاجه ثانيه. اما نشوف الادينوما نعرف بقى الادينوما عباره عن ايه. بصي هنا احنا قلنا ايه؟ الكفر عباره عن خلايا صح، والحشو عباره عن فاسكولار كونكتيشن. في الادينوما بقى الثانيه بتبقى عامله ازاي؟ بتلاقي الجلاند شكلها كده مثلا، دي الثايرويد جلاند شايفها عامله ازاي كده خلاص، كل كده طالعه في وسطها كده مش عامله بيلي ولا اي حاجه خالص، وكل كده عباره عن اثنائي 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 بس كده خلاص، لا في فاسكولار كور ولا في اي حاجه من دي خالص ماشي. انما دي عامله ايه؟ عامله بيلي طالعه من السيرفيس نفسه. وصلت ماشي. طيب منظر تاني، شايفين هنا القولون اهو شايفينه؟ ده الكولون الجي تي، بصوا المنظر ده ايه ده؟ بابلوما هي طالعه اهي. طب تعال نطلعها بره كده هتلاقيها عامله كده كفر كده. ايه اللي بره دول؟ اسنان صح كده؟ وجواهم ايه؟ متبطنين بايه؟ بكولامنر اي بي سي. الحشو بتاعهم هنا فاسكولار كونكتيف ايه؟ تشو ماشي؟ فده اسمه ادينو ايه؟ بابلوما. وصلت؟ فهمتوها؟ صعبه؟ طب هسألكم سؤال كده، لو انت مثلا في بروجكت ولا بتاع وبتناقش في الموضوع ده، يقول لك يا ابني يعني واحد عنده بابلوما مثلا في الايه؟ بابلوما، ايه مشكلتها؟ تعمل دي؟ تعالجها؟ هو بناين ولا مالجننت؟ بترد على ايه؟ بناين صح كده؟ بناين صح كده؟ ايه مشكلته يعني؟ تعالجه؟ صح؟ يعمل اوبستراكشن؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه كمان؟ صح كده؟ ايه اللي مالجننت؟ ده اخطر حاجه صح؟ انت اول حاجه تقولها له قول له ده بناين تيومر بس ممكن يقلب مالجننت. يعني هي دلوقتي بناين وكل حاجه، بس ممكن تقلب ايه؟ مالجننت. ولو ما قلبش يعني واحد عنده مثلا ورم في الحنجره بابلوما اهي سدها، لا عارف يتكلم ولا عارف يتنفس ولا عارف يعمل حاجه نشيلها له صح. فهمتم؟ فهمتوا يا جماعه؟ ممكن ينزف يتعور وينزف ماشي. ما هو الست اصلا جايه بتشتكي دي ان في نزيف اصلا، ان الورم ده بيتعور كده عمال بينزف ايه دم كده منه ماشي. فهمتم؟ فهمتوا يا جماعه؟ لو انا قلت لك مثلا سكويموس سيل بابلوما، اسمع الاسم ده ترانزيشنال سيل بابلوما ادينوما، حد عارف الاسم دي عباره عن ايه؟ ايه تعريف ده؟ ده بناين تيومر اوف سكويموس ابيثيليوم صح؟ ده بناين تيومر اوف ترانزيشنال ابيثيليوم، وده بناين تيومر اوف جلاند، يعني ده كله ابيثيليوم صح؟ ده سيرفيس ابيثيليوم وده اسمه جلاندر ابيثيليوم. الكانسر بتاعه اسمه ايه؟ الكانسر بتاع الابيثيليوم اسمه ايه؟ ساركوما ولا كارسينوما؟ كارسينوما. مش احنا قلنا الكانسر نوعين؟ اه بص هنا كده، بص في اول تقسيمه خالص قلنا الكانسر صح؟ ممكن يبقى كارسينوما او ممكن يبقى ساركوما مش كده؟ مين الكارسينوما بتاع مين؟ الابيثيليوم، يعني سكوما سيل بابلوما لو قلبت كانسر صح؟ تبقى كارسينوما. الترانزيشن سيل بابلوما تقلب ايه؟ كارسينوما. الادينوما تقلبها كارسينوما. عايز ايه بس قول؟ اسمع بس ولا حاجه، انا بقول اللي قدامك دول بيناين ولا مالجننت؟ الاسماء دي ايه؟ دي بيناين صح كده؟ طب مش ممكن تقلب مالجننت؟ ده لسه حاله صح؟ لو قلب مالجننت يبقى اسمه ايه ده؟ بص بقى كده، يعني ده لو قلب مالجننت، لو قلب مالجننت، لو قلب مالجننت هو كده اسم ايه؟ بناين صح؟ بص الاسم بقى سكويموس سيل كارسينوم، ولا ساركوما
لا اصل ده ساركوما ده كونكت تيشو ده ابيثيليوم ها ترانزيشنال سيل كارسينوم ادينو ايه بقى كارسينوم خدتوا بكم على دي ماشي ايه الفرق بين ادينوما وادينو كارسينوما الاثنين جلاند صح بس ده البناين بتاع الجلاند ده المالجنا بتاع ايه الجلاند ايه الفرق بين سكويموس سيل بابيلوما وسكويموس سيل كارسينوما سكويموس سيل بابيلوما ده البناين تيومر اوف سكويموس ابيثيليوم صح سكويموس سيل كارسينوما ده المالجنا تيومر بتاع مينها السكويموس ايه ابيثيليوم فهمت التسميه جبت كده يا اخوانا طب فايبرو ساركوما بناين ولا مالجنت رد عليا ساركوما مالجنت صح كده بتاع انهي نسيج ها فايبرس تيشو يعني ساركوما مالجنت بس كونكتيف تيشو فهمتوا واضح ينفع اقول مثلا فايبرو كارسينوما لا ده الفايبرس تيشو ده كونكتيف تيشو صح كده والمالجنت بتاع كونكتيف تيشو اصلا كارسينوما مش ساركوما فهمتوها واضح يبقى فايبرو ساركوما يبقى كلمه فايبرو كارسينوما ده غلط ماشي فهمتم الادينوما ايه هي التايبز اوف ادينوما ممكن تبقى سيمبل ادينوما ممكن تبقى فايبرو ادينوما ممكن تبقى سيست ادينوما كم نوع ثلاثه سيمبل ادينوما فايبرو ادينوما سيست ادينوما مبدئيا يعني ايه ادينوما قلنا ده عباره عن بناين تيومر اوف جلاندولار ابيثيليوم ماشي هو تعريفه كده صح قال لك بص بقى في حاجه اسمها سيمبل ادينوما في فايبر ادينوما او سيست ايه ادينوما بيجوا فين دول قال لك السيمبل ادينوما ده اشهر مكان فيه الثيرويد وعندكم شريحه منها ثيرويد جلاند الفايبر ادينوما اشهر مكان ليه البريست السيست ادينوما اشهر مكان ليه الاوفري ماشي تمام كده يبقى في اماكن شهيره في الجلاند صح طب ممكن يجي في الثايرويد ممكن يجي في البنكرياس ماشي بس كان ايه الاماكن الشهيره اشهر مكان للسيمبل ادينوما مينها الثايرويد جلاند اشهر مكان للفايبر ادينوما مينها البريست اشهر مكان للسيست ادينوما مينها الاوفري طب ليه سموه الاسم ده ما ادينوما خلاص بص دايما الجلاند مكون من حاجه اسمها اسيناي اسمها ايه اسيناي ماشي ده الجلاند صح كده الجلاند مكونه من ايه من اسيناي قال لك ممكن كل الموضوع ان الورم عباره عن شويه اسيناي بس وخلاص بس مش غير كده ماشي يبقى ده اسمه ايه سيمبل ادينوما كل اللي حصل الثايرويد جلاند عباره عن شويه اسيناي كتيره كده مليانه بالايه بالهرمونات حلو كده تمام فكل اللي حصل ان اتكون ورم في الثايرويد جلاند عباره عن شويه اسيناي بس وخلاص في حاجه تانية ولا اي حاجه تانية فهي حاجه زي كده بصوا فتلاقي الثايرويد جلاند فيها ماس كده مدوره كده طالعه في قلب الايه الثايرويد تعال ناخد مقطع فيها عامله كده بالمنظر ده طلعها بره اهي يبقى خلي بالكم ده نورمال صح وده مين ده انا الورم ايه اللي بينهم ده كبسول صح فبتلاقي الايه النورمال تيشو بتلاقي الكبسول وبعدين بتلاقي دي الشريحه بتاعتنا بالظبط شوفها كده فالمنظر عامل كده ايه ده دي النورمال اسيناي وده مين هنا ده الكبسول وده الورم نفسه عباره عن الورم عباره عن اسيناي صح بس قالك الاسيناي اللي جوه مختلف عن اللي بره يعني ممكن تكون اصغر من اللي بره اكبر من اللي بره نعم مستحيل تكون زي اللي بره مش كلام بس في اسيناي برضه صح الورم فورمد اونلي اوف ايه اسيناي فده اسمه سيمبل ايه ادينوما بس كده فده عباره عن تيومر is formed only by acinoi بس وخلاص بس عشان كده سموه ايه سمبل ادينوما بسيطه يعني مفيش حاجه يعني خلاص طيب الفايبر ادينوما ركزوا بس معايا ركزوا معايا عشان في تقسيمه هنا اقول لكم عليها دلوقتي فايبرو ايه فايبرو ده فايبر استشو صح قال لك الورم ده عباره عن حاجتين فايبر استشو مع شويه اسيناي عباره عن ايه فايبر استشو يعني بتلاقي عامله كده تلاقي اسيناي وبينهم فايبر استشو بالشكل ده يبقى ده فورمد اوف اسيناي زائد ها فايبرس تيشو بينهم فعشان كده سميناها ايه فايبر ادينوما وده بيحصل فين في البريست في الكتاب كاتب يقول لك فيها نوعين كده الورم ده بص عامل ازاي يعني هنا البريست اهو
هي دي اللي اسمها ايه قلنا؟ الفايبرو ادينوما. مالها بقى الفايبر ادينوما؟ قالك تعالى خد فيها مقطع كده ونطلعها بره. ايه المنظره دي؟ ايه الدوائر دي؟ دي عباره عن اسيناي، اسمها اسيناي او كاناليكيولاي. اسمها ايه؟ اسيناي او ها كاناليكيولاي، قنوات صغيره يعني. هنا دي اسيناي ودي كاناليكيولاي، ايه الفرق بين الاثنين دول؟ حد شايف المنظر ده؟ يعني دي فايبر ادينوما ودي فايبر ادينوما، ايه الفرق بينهم؟ يعني في انواع من الفايبر ادينوما خدت منها عينه لقيتها بالمنظر ده، في انواع من الفايبر ادينوما خدت منها عينه بالمنظر ده، ايه الفرق بينهم؟ ايه اللي الاسيناي؟ هنا الاسيناي متطبقه صح؟ هنا مفتوحه مش كده؟ هنا الاسيناي مفتوحه وبينهم فايبر ستيشن، هنا اسيناي متطبقه وبينهم ايه؟ فايبر ستيشن. اسالك ايه الفرق؟ قالك هنا الفايبر ستيشن بسيط فالاسيناي مفتوحه، ماشي؟ هنا الفايبر ستيشن كتير فضغط على الايه؟ على الاسيناي، بقى يتهيألك ان هو دخل جواها صح؟ بس هو فعلا دخل جواها؟ ده هو لسه ايه؟ يعني احساس كاذب انها اتملت بالفايبرز ايه؟ تيشو. فبيسموا النوع ده اسمه كده بيري كاناليكولار تايب، وبنسمي النوع ده انترا كاناليكولار تايب. هل هو فعلا انترا؟ هنا بيقول لك ايه؟ هنا في بيتنت كاناليكولاي او اسناي وفايبر تيشو حواليه، هنا كومبريسد كاناليكولاي وحواليهم دنس فايبرز ايه؟ تيشو. طب اسالكم سؤال، مين فيهم اللي مور هارد؟ مين اللي انشف من التاني؟ يعني هو الانترا ولا البيري؟ الانترا طبعا. ليه؟ عشان في فايبرز كتير. فهمتوا المنظر عامل ازاي؟ فالفايبر ادينوما ده بيجي فين؟ ها في البريست. هو اصلا ممكن الجراح هو بيكشف على الست يعرف ده انترا ولا بيري من الورم نفسه، لما يمسك الورم يلاقيه طار تحت ايده كده يبقى يعرف ان هو اكيد ايه الالياف فيه قليله صح؟ لما ينشف زي الحجر يعرف ان هو النوع الايه؟ التاني اللي هو اسمه انترا ايه؟ كاناليكولار. يبقى ده عباره عن اسيناي وفايبرز تيشو، في منهم نوعين. ايه هو؟ قلنا بيري كاناليكولار وانترا كاناليكولار. على فكره عايز اقول لكم حاجه، ده برضو بيري بس هو ايه؟ مظهر كاذب ان هو دخل جوه الايه؟ الكاناليكولاج الفايبرز. يبقى هنا عباره عن بيتنت كاناليكولاي، امال هنا في ايه ده؟ ها كومبريسد كاناليكولاي. خلاص فهمتوا الفرق بينهم؟ ماشي. يبقى ايه انواع النوعين بتوع الفايبر ادينوما؟ في نوع الكاناليكولاي مفتحه فيه، وفي نوع الكاناليكولاي ايه متطبقه فيه. اللي متطبق اسمه ايه؟ انترا كاناليكولار تايب، المفتحه اسمها بيري كاناليكولار ايه تايب. صعبه؟ طيب ليه سميناه فايبر ادينوما تاني؟ وفي علماء يقول لك ايه، بص هو الورم ده ميكس تيومر. يعني ايه يا عم ميكس تيومر؟ في الاثنين ماشي، يعني في فايبروما وفي ايه ادينوما، بس يعني هو طب حضرتك ما استنى كده، ما كده احطه مع كونكتيف تيشو ولا مع ايبيثيليوم؟ ركزوا معايا دلوقتي، الورم ده في حاجتين اتنين، في ايه؟ فايبرس تيشو وفي جلاندولار ايبيثيليوم صح؟ الفايبرس ده كونكتيف والاسيناي ده ايبيثيليوم صح؟ يبقى الورم ده ايبيثيليوم ولا كونكتيف تيشو؟ هو ميكسد صح؟ ليه؟ لان في الياف وفي اسيناي صح؟ قال طب هنحط مع انهي طائفه؟ ايه رايكم؟ يعني هو كده صح؟ انه قال لك اه صح. ليه؟ قال لك دلوقتي احنا مختلفين دلوقتي، هل هو ورم للابيثيليوم ولا ورم للكونكتيف تيشو؟ هو كده في الاثنين. قال لك طب تعال بص، الورم ده لو قلب خبيث، لو قلب ايه؟ خبيث هيقلب ايه؟ يعني دلوقتي في عندك الفايبر تيشو وفي الاسيناي صح؟ مين هيقلب فيهم خبيث؟ قال لك الاسيناي يا بتاع الابيثيليوم. ماشي؟ يبقى هو الورم حصل فيه بروليفريشن لمين؟ ها ده الاسيناي، وخد معاه شويه ايه؟ فايبر تيشو، ولو قلب خبيث بتاع الاسيناي اللي بيقلب فيها الايه؟ الابيثيليوم مش الكونكتيف تيشو. فهمت المنظر عامل ازاي؟ ماشي؟ وصلت؟ طيب النوع الثالث اللي هي بص الجلاند عامله ازاي؟ وحده افرازيه. الوحده الافرازيه دي عامله كده، بتلاقي فيه زي انابيب كده، قنوات كده اهي ماشي، ومبطنه بخلايا افرازيه من جوه كده. الافراز بيطلع فين؟ بيطلع هنا كده صح؟ دي ماشي، دي في المنظر ده، ادي الخلايا شايفين عامله ازاي؟ الافراز كله بيطلع في قلب القناه الصغيره دي ماشي. طب جانا خدنا فيها مقطع كده تبقى عامله ازاي؟ دوائر كده صح، مبطنه بايه؟ بخلايا افرازيه ماشي. دي بقى اسمها ايه؟ الاسيناي. وصلت؟ ماشي. فطبعا احنا بنشوف المقطع نفسه ما بنشوفش المنظر الكامل ده على بعضه. فهمتوا يا شباب؟
بقى الورم بقى عباره عن شويه اسيناي من دي كده وحواليها ايه وبينها الياف المنظر ده خلاص. ف يا اما بيري كانيليكرار يا اما يكون انترا ايه انترا كانيليكرار تايب. النوع الثالث بص هنا كده بص مين ده هنا ده اليوترس ايه دول يوتران تيوب مين في الجنب ده قال لك الاوفري ماشي. في ورم ثالث ماشي اسمه السيستادينوما عباره عن ايه هو سيست واحده بس وخلاص مش اسيناي ولا غيره ماشي سيست كبيره جدا طالعه منين من الاوفري وليها فايبرس وول كده ماشي بيسموه حتى بالعربي كيس على المبيض يقول لك ده عندها ايه تكيس على المبيض او عندها كيس فينها على المبيض نفسه هو ده بيسموه سيست ادينوما يعني التيومر از فورمد باي ها سيست وذ فايبرس وول يعني الورم بصوا عباره عن سيست كبيره كده وليها ايه فايبرس وول. طب ايه اللي جوه السيست اسمع بقى الورم ده اسمه قلنا ايه ها سيست ادينوما يعني ادينوما عامله سيست. بص بقى السيست ادينوما دي في منها نوعين يا اما فيها ميوسين او فيها سيروس فلويد في نوعين من السيست ادينوما صح السيست جواها السائل صح قالك لو السائل ده ممكن يكون ميوسين او ممكن يكون ايه سيروس فلويد لو ميوسين هنسميها ميوسينس سيست ادينوما ماشي لو فيها في لو فيها سيروس فلويد يبقى اسمها سيروس سيست ادينوما شفت الاسم كده ازاي سيست ادينوما يعني سيست وليها فايبرس ايه وول وجواها سائل صح ايه انواعها على حسب السائل يعني على حسب السائل لو السائل ده ميوسين يبقى نسميها ميوسينس سيست ادينوما لو السائل ده سيروس فلويد اسمها سيروس سيست ايه ادينوما فيها مشكله صعبه ادي انواع الايه الادينوما اللي ممكن تحصل خلاص يبقى تاني كده الادينوما على حسب شكلها يلا ارجع معايا كده ممكن تكون عباره عن اسيناي بس يبقى دي اسمها سمبل ادينوما واشهر مكان ليها الثايرويد جلاند. الادينوما ممكن تكون عباره عن اسيناي او كانيليكولاي ومعها فايبرس تيشو يبقى فايبر ادينوما اشهر مكان ليها البريست. الادينوما ممكن تكون عباره عن سيست ليها فايبرس وول وجواها سائل ده بنسميها سيست ادينوما وده اشهر مكان ليه الاوفري وعلى حسب الكونتنت بتاعتها لو فيها ميوسين يبقى اسمها ميوسينس سيست ادينوما لو فيها سيروس فلويد اسمها سيروس سيست ايه ادينوما. في مشاكل يبقى احنا كده قسمنا الادينوما على حسب شكلها عامل ازاي صح. في تقسيمه ثانيه بقى على حسب الوظيفه بص يبقى كده بص معايا الكلاسيفيكيشن اوف ادينوما على حسب الفانكشن على حسب الاستراكشر. الاستراكشر قلنا مين سيمبل فايبر ادينوما وسيست ادينوما. خلاص كده على حسب الفانكشن ممكن تكون فانكشنالس فانكشننج ادينوما او فانكشنالس ادينوما. يعني ايه الكلمه دي يعني بتفرز او بتفرس ماشي. هقول لك واحد واحد عنده ورم في الثايرويد جلاند مثلا كويس الورم ده عمال يطلع هرمون بكميات كبيره يبقى الادينوما دي فانكشننج ولا نون فانكشننج فانكشننج صح كده تمام او دي اسمها نون فانكشننج اسم الثاني بتاعها. واحد عنده ورم في البيتوتري جلاند كويس وما بيفرس حاجه يبقى فانكشننج ولا نون فانكشننج نون فانكشننج. طب هل في خطوره واحد عنده ورم في الغده النخاميه الورم ده بيفرس حاجه خالص ماشي خالص جاست ماس بس طلع في البيتوتري جلاند الورم ده يبقى ادينوما صح. هل هي فانكشننج ادينوما ولا نون فانكشننج ادينوما نون فانكشننج. ايه الخطوره بتاعته هو ما بيطلعش حاجه يضغط على النورمال ماشي يبوظ منها النورمال يضغط عليه ما يفرس. فهمتم يعني لو ورم طلع في البيتوتري جلاند وما بيفرس حاجه توقع ان الافراز بتاع البيتوتري هيقل ولا يزيد؟ بص بص اسمع ادي الغده النخاميه اهي دي البيتيوتري ركزوا بس معايا البيتيوتري في منها نوعين من الاورام ورم طالع في الغده النخاميه اهو ماشي وبيفرز ماشي فاكرين حاجه اسمها اكروميجالي والكاش واللي اسمها ديت والجايجانتزم ده ورم في الغده النخاميه بيطلع جرس هرمون ماشي
لو في واحد كبير يعمل له ايه اكروميجالي، لو في عيل صغير يعمل ها جايجانتزم. يبقى دي كده فانكشن صح كده. طب بلاش دي، ورم في الغده النخاميه ضخم كبير كده بناين تيومر عادي خالص، ما بيفرز حاجه خالص، مفيش اي افراز ماشي. هو الورم نفسه ما بيطلعش حاجه صح، يعني نون فانكشنينج تيومر، بس بيضغط على مين؟ على النورمال يبوظه صح كده. يبقى كده الغده النخاميه هيقل الافراز بتاعها مش كده، يحصل هايبو فانكشن فينها في البيتوتري ايه جلاند. فهمتم وصلت؟ فهمتوا جت ازاي؟ طيب